وصول سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة، وصل لتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. جاء ليقدم التعازي إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذه الصور التي نشاهدها اليوم تعبر عن اللحمة ما بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أيضا من الإخوة من الدول العربية، وكذلك من الإخوة من الدول الإسلامية، وكذلك من الأصدقاء الذين يتوافدون اليوم ويوم أمس لتقديم واجب العزاء بفقيد رجل بقدر أمة كاملة. اليوم عندما نفقد هذا الفقد فلا شك بأنه يصاب به كل بيت، كما ذكرنا قبل لحظات أنا وأنا قادم، وربما يمكن لاحظت دكتور عبد الله بأننا عندما قدمنا الشارع يبدو يعني الطرقات خالية، حالة من الحزن بالفعل تخيم على مؤسسات الدولة وعلى الأفراد وعلى الأسر. لا يوجد بيت إلا وهو يشاهد الآن فقط التلفزيون وهو يراقب ويتابع مراسم العزاء. عسى الله يرحم سمو الأمير الشيخ نواف بواسع رحمته ويجزيه عنا وعن شعبه خير ما يجزي حاكما عن شعبه، وأن يتولاه سبحانه وتعالى بواسع رحماته، وأن يوسع عليه قبره، وأن يرفع درجاته، وأن يحشر في زمرة الأنبياء والمرسلين. والله من حقه علينا أن نلهج لله عز وجل بالدعاء له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم، يقول خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني الذين تدعون لهم ويدعون لكم. وأنا أشهد الله أن حكامنا عسى الله يوفقهم ما ندعي لهم العصمة أبدا والله، لكن الشعب يحبهم ويحبون الشعب، وإذا رؤي أحدهم بالتلفاز تجد الأم الكبيرة والمرأة الكبيرة والشيخ الكبير والصغير الكل يدعو له ويذكره بالخير ويدعو له بالتوفيق والسداد، وإن كان ميتا دعا له بالرحمة ودعا له واسع المغفرة. اليوم أيضا نستثمر هذه الفرصة دكتور عبد الله، كيف يعني ننقل إلى أبنائنا مثل هذه الخصال التي نجدها عند كبار السن، ولدينا نحن في أبنائنا الصغار عليهم أن يعرفوا قدر الحاكم، وأن هذا اليوم هو يوم يعني مصابا عظيما على أمتنا العربية والإسلامية وعلى دولة الكويت. لا. كيف نستطيع أن نزرع في أبنائنا بأن الفقد هو فقد لنا جميعا؟ الناس تعتقد أحيانا بأن العزاء يكون في بيت الرجل مثلا، ولكن بهذا القدر فهو والد الجميع. اليوم احنا فقدنا أب، وجميع البيوت في دولة الكويت حتى المقيمين يستشعرون هذا المصاب. نعم، أمس أرسلت لي بنتي أم عثمان مقطع مصورته حق ولدها عثمان عسى الله يحفظه، صغير يمكن 6-7 سنوات. فكان يبكي، تقول له ايش فيك؟ يقول لها الشيخ نواف توفى الله يرحمه. بعدين قال انا بروح ابكي هناك، وراح يبكي بعفويته كطفل. اتصل فيني حفيدي الثاني اسم الله عليه عيسى، الو يبا صدق الشيخ نواف توفى؟ قلت يا يبا توفى الله يرحم الله يرحم. أطفال ما عمرهم التقوا به، لكن الله سبحانه وتعالى جعل محبته في القلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يكون لهم محبة في قلوب الناس لم يبذل أسبابها، لكنها من توفيق الله. ولذلك في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لجبريل إني أحب فلانا، ويشهد جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. فتجد محبة الإنسان الخير في قلوب الناس بشكل عفوي من غير ترتيب، ولا حتى أنه سعى لها. تبقى أخي العزيز اليوم هنالك إشارة دكتور عبد الله، عذرا على المقاطعة، يعني بالأمس كان حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة
الشيخ تميم كان حاضرا. اليوم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة أيضا كما نشاهد الآن على الهواء مباشرة قدم لتقديم واجب العزاء. يعني هذه الزيارة المتكررة الثانية من دولة قطر ماذا تنقل لنا؟ يعني الشيخ تميم يعتبر أعلى رجل في دولة قطر وجاء اليوم ولكن بزيارة أخرى من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة، عندما أيضا تأتي طائرة أخرى بوفد آخر ويأتي للتعزية، ماذا يعكس لنا هذا الموضوع وين دولة واحدة؟ الملاحظ في دول الخليج أنه إذا فقد قائد خليجي أن بقية الدول لا تكتفي بوفد واحد للتعزية. نعم. حتى إحنا إذا تذكر لما توفي الشيخ خليفة بن زايد، نعم، عسى ربي يوسع عليه قبره ويرحمه بواسع رحماته، خرج منا أكثر من وفد راح يعزي، مش وفد واحد. وحتى في أيام وفاة الشيخ صباح مع أنه كانت في أزمة كورونا نفس الشيء. أمس إحنا الإمارات أتى حاكم الفجيرة، ثم جاء بعده أيضا الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، وجاء الشيخ حمدان بن زايد، فهي وفود متوالية كما ذكرت. يعني أمس الشيخ تميم كان من المبادرين، والشيخ تميم أنا أذكره جيدا، يعني كان هو الحاكم الوحيد اللي جاء وشهد صلاة الجنازة على الشيخ صباح رحمه الله، لأنه عارف أنت كانت أيام أزمة كورونا وكانت التنقلات ما هي سهلة. فكون أنه يأتي اليوم نائب الأمير هذا ليس مستغربا على أهلنا في قطر، عسى الله يجعل لهم يجزيهم عنا خير الجزاء.